يا اختي دابا حنا الزبانه ديال هاد القهوه من بكري، ماشي حتى جات هاد السيده. حنا قبل ما تجي هاد السيده وكنريحو جات هاد السيده، بقينا كنتعاملوا في هاد القهوه كنجلسوا فيها كما ديما، وفي هاد الاونه الاخيره هاد السيده كتعدى عليها مولات الدار، يعني كنكونوا جالسين حتى كتبقى تشير عليها بالقراعي من الفوق والكيسان، وحنايا كنشوفوا بعينينا، وكتجرى تجي لهنا القهوه وكتعدى عليها وتكرفس عليها، وهادشي ماشي معقول اختي. حنا كنشوفوا هادشي وحنا رجاله ما قدرناش نهضروا، حيت هي امراه، وهادشي راه ماشي معقول. وجا عندي واحد السيد راجل اختي، جالس انا وياه تمايا فهاديك الطبله راه هي، فهاد الطبله راه هي، والطوموبيل محطوطه تما الوقت اللي شيرات بالقراعي تمايا، جات فوق الطوموبيل الوقت اللي نزلوه راجلها من هذاك، قال السيد انت غاتشد الطوموبيل ديالك غاتمشي تصلحها، دابا كاين المخزن وهذا، حنا بغينا نبردوا الامور ديالنا، سير دي الطوموبيل ديالك صلحها، وباش ما صلحتيها جي انا نعطيك داكشي اللي صلحتي. المهم انا طلبت راجل اختي قلت لي صافي دي السياره ديالك وسير صلحها. صافي السيد قال لنا كلمه خساره غادي، ملي جينا عنده قال لي عطيني داكشي اللي صلحت به الطوموبيل، قال لي سيدي انا ما قلت لك والو، ما عمرني شفتك وما عمرني عرفتك، ولينا حنايا معاه في المشاكل. دابا هاد السيده هذا راه طغى على هاد السيده وكيتعدى عليها يوميا هو والزوجه ديالو، وكيخرج واحد النهار حنا شناه جاب جنويه ديالو هزها في يدو، هادشي موثق وبحال شتيه بعينيك اختي. حنا كنجلسوا هنا يوميا وهادي شي 4 سنين، وحنا كنجلسوا قبل ما تجي هاد السيده مورا القهوه، وحنا كنجلسوا حنا منضامنين معاها يوما وغدا وبعد غدا، ماشي حتى اليوم. هادشي حنا ما كنبغيوش المنكر وما كنبغيوش اللي كيتعدى على الانسان. هادي الصراحه اللي كاينه هاد السيده معقوله، والله يعمرها دار، وكتخدم على وليداتها وكتجي من الصباح هنايا كتضل خدامه على وليداتها وتا كتسد، وهادشي راه ماشي معقول اختي. والسلام عليكم ورحمه الله. كنت مريح هنا برا في القهوه، تيطع ليا كابلي من الفوق، والكابلي كنت فرقع الضو ولا شي حاجه، قاسلني ولا شي حاجه. سيدي الله يعمرها دار ظريفه، الله كليان ديالها، تمشي نسافر وتنجي نريح عندها، كليان ديالها ديما تنسكن في الحومه هنا، تنجي تقهوى عندها دريه. الله يعمرها دار، لا هي لا وليداتها، صراحه ما شفت منها حتى حاجه ديال العيب. وجا هاجم على الدريه، والدريه راه كاينه حتى هي يا هاجم عليها واخرى مصيفطه، متسق بالكاميرا راجلها مصيفطه راجلها، وهي بقات مخبعه، هز الموس ومصيفطه وهي بقات مخبعه بالعاني باش تغرقه، وكتهجم عليه ديما كنسمعها السبان والمعيور عام من هنا لهنا. انا كنطالب من السلطات وجلاله الملك والسي الحموشي والراي العام ياخذ ليا حقي. هاد السيده كتجي لالا ما عندها حتى علاقه بالقهوه، لان القهوه في سميه راجلها، كتجي هي كتهجم. حنا كليان مريحين تنتقهوا، كتبدا تشير عندنا بكيسان وبدات تسب فينا من الصمطه لتحت. علاش هاد السحور اللي تتلوح خرج لنا على حياتنا ولا صحتنا؟ علاش هاد السيده كتخرج وكتبدا تسب؟ علاش حنا واقفين مع واقف مع السيده هذه ما شفنا منها حتى عيب؟ هي الوحيده اللي كرات القهوه مده طويله. المخير اللي تيجي يكري هنا ما كيفوش 3 شهور 4 شهور، كيولي سامح في رزقه وسايب في حالاته. عندها اللي تامن مسكينه كتخدم على ولادها، علاش هاد السيده تعدى عليها؟ منين فريد بينك وبينها شي مشكل كاين القضاء، الا جا كل واحد ياخذ حقه بيديه راه غتولي فوضى في البلاد. كاين القضاء، علاش دايرين القضاء باش ياخذ كل واحد حقه؟ هاد السيده كنكونوا مريحين تتقهوا، تلقى لك الله ديال البارابورا وقطعات ولاحت من الفوق باش حنا ما نتفرجوش. الخدامه الكارسون اللي كتخدم في القهوه تلقات لها الهين تفاتها وتلقاتها، علاش اش دارت لها؟ حنا بدات عير فين وطلعوا علينا بالسحور بزاف عيقوا بزاف، وحنا تنحتارموه هو لان تنعرفوه هو قديم، تنحتارموه وتنقدروه وتنحتارموا ولادو، ولادو عزاز علينا الله يعمرها دار. ولكن هاد السيده راه بزاف والله انا ما عرفتش الاسره اللي بيناتهم، واني راه الدم تيبان الدم تيبان الدم. تكون مرتاحين انت تتلقى شي حاجه من الفوق راه سي نورمال غتكون. ودابا ما بقيتش نتفرج لك، حنا في التلفازه تبغى نتفرج التلفازه ما تبقاش تتفرج. حنا كليان قبل ما تكون هاد السيده تنقول دركون، ومن جات هاد السيده الله يعمرها دار ما شفنا عليها حتى شي حاجه خايبه. تخاف كاع تسامح ولا ما كانش عندك الفلوس مره تقول لك تجي عندي فلوس ماشي مشكل، تخدم معاك جميع الكليان ديالنا مزيان. كتشير بالكيسان من الفوق الطباسل تعود قتلوا على عباد الله هنا الماء ما عرفناش شنو هو فيه، فهمتيني ولا يعني السيده هذه عقلها ما عرفت شنو هو فيه، فهمتي؟ السيده عزيزه علينا بزاف ما عمرنا شفنا منها العيب، كاع الناس ديال القهوه عزيزه. اول مره كتدخل شي مره هنا لهاد القهوه هذه وعزيزه على كل شيء، يعني اللي كيجي كيكري في هاد القهوه ديما المشاكل، فهمتيني ولا لا؟ هاد السيده هذه من نهار جات لهاد القهوه قهوه ولات بخير.